تحية لكم مشاهدينا، وبداية فقرة جديدة في هذا الصباح وتعرض لأبرز منشطات وأخبار صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم. ببدأ مع حضراتكم من جريدة الأهرام، وهذا العنوان: إنتاج الهيدروجين الأخضر بالاستعانة بالخبرات الدولية. ورئيس السيسي بيقول: التوسع في الطاقة المتجددة من أجل عملية التنمية. تفاصيل الخبر بتقول: الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالتوسع في الخطط الوطنية الخاصة بتعزيز دور الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها لتنويع مصادر امدادات الطاقة التي تعتمد عليها عملية التنمية في مصر، بما فيها التوسع في طاقة الرياح من خلال الوحدات عالية الانتاج لتوليد الكهرباء. جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. صرح السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة بأن الاجتماع تناول متابعة مشروعات وزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية. واستعرض الدكتور محمد شاكر المشروعات القومية في قطاع إنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة التي تعتمد على طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بالتعاون والشراكة مع الخبرة الأجنبية في إطار استراتيجية مصر للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف للوصول إلى 42% للطاقة المتجددة من مزيج الطاقة الكهربائية في مصر بحلول 2035. طيب، معانا على التليفون للتعليق عن هذا الخبر الدكتور وليد جبلة الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع. صباح الخير يا دكتور. اهلا وسهلا، صباح النور. يعني تعليق حضرتك على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بانتاج الهيدروجين الاخضر والتوسع في الطاقه المتجدده من اجل عمليه التنميه. يعني طبعا مصر لديها استراتيجيه متكامله للتحول الى الطاقه المتجدده والوصول الى اكثر من 40% من انتاج الكهرباء في مصر عن طريق الطاقه المتجدده واستخدام الطاقه المتجدده بصفه عامه. بنشاهد ذلك في الكثير من المشروعات، مثل مشروعات تحويل السيارات الى الغاز الطبيعي وصناعه السيارات الكهربائيه في مصر. بنشوف ده في مشروعات النقل الكهربائي والكثير من المشروعات. الحقيقه فكره الهيدروجين الاخضر هو ذلك النوع من الهيدروجين اللي بيتم استخراجه ايضا من عن طريق البيئه المتجدده. يعني بيتم استخراجه عن طريق فصل الهيدروجين عن الاكسجين من الماء. هذه العمليه لو بتكون حضراء عندما يتم فيها استخدام طاقه كهربائيه مولده من الرياح او من الطاقه الشمسيه او من المصادر المتجدده. هذا الهيدروجين بيستخدم في اداره المحركات بصفه عامه. المحركات لما بتشتغل ده بتوفر طبعا بيئه نظيفه، بتنعكس بالايجاب على صحه المواطن، بتخلق فرص عمل حقيقه علشان ندمج مع الاسواق الدوليه، حتى وعلشان صادراتنا في المستقبل تنتشر في العالم بيكون لها متطلبات. من ضمن هذه المتطلبات الطاقة التي تستخدم في الإنتاج الذي يتم تصديره من أي طاقة، هل هي طاقة خضراء أم طاقة من الوقود الأحفوري. الضوابط مستقبل مصر بتشتغل عليها، سيما وإن مصر ستستضيف قمة المناخ القادمة ولديها أجندة واسعة لكي تكون مصر رائدة في هذا المجال وقصة نجاح في مجال التحول الأخضر. تمام. طيب، ما يتعلق بأن تكون مصر ممر لعبور الطاقة النظيفة ومركز محوري للربط الكهربائي بين أوروبا والدول العربية والإفريقية، هذا أيضا أحد النقاط اللي تم استعراضها في الاجتماع من جانب وزير الكهرباء أمام سيادة رئيس عبد الفتاح السيسي. عايزين تفسير من حضرتك يعني لهذا التصور اللي ممكن تكون به مصر واعدة في مجال تصدير الطاقة. الحقيقة مصر بالفعل أصبحت مركز إقليمي للطاقة المتجددة، بنشوفها في الغاز. مصر أصبحت رقم مهم جدا في سوق الغاز العالمي، سواء عن طريق إنتاجها أو عن طريق محطات الإسالة اللي بيتم استخدامها بالتعاون مع الغاز من دول الشرق المتوسط. وفي نفس الوقت احنا بنشوف الربط الكهربائي اللي بيربط مصر وما بينها وما بين الدول المجاورة،
عايز اقول ان الهيدروجين الاخضر اذا مع التوسع في انتاجه بيتم تحويله ايضا الى ماده الامونيا اللي بيتم تصديرها عن طريق سفن خاصه، بالتالي فهيكون هناك مجال للتصدير. هي مصر هي القضيه مش بس قضيه تصدير، هي مصر تريد ان تكون مركز اقليمي يصدر ويستورد. نحن نريد ان نعظم طاقتنا بانتاج محلي واستخدام تلك الطاقه في الانتاج المحلي وفي اوقات معينه نصدر. يعني هي عمليه ان نكون مركز اقليمي للتصدير والاستيراد متعاون مع كافه الدول في المنطقه ومتشابك معها. تمام. طيب نروح لخبر اخر، خليك معانا يا دكتور. اجراءات للحفاظ على المكتسبات الاقتصاديه، ومعيط بيقول الاقتصاد المصري قادر على التعامل مع التحديات الخارجيه. الخبر من جريده الاخبار، وتحت هذا العنوان كتبت الجريده ان الدكتور محمد معيط وزير الماليه اكد ان الاقتصاد المصري يمتلك القدره على التعامل المرن مع التحديات الخارجيه الحاليه في ظل ما تشهده الساحه العالميه من تداعيات للازمه الروسيه الاوكرانيه التي تبعها اضطراب في سلاسل التوريد وارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية والمواد البترولية وتكاليف الشحن نتيجة للتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية. شدد معيط أيضا على استمرار الحكومة في تنفيذ عدة إجراءات لحفاظ على المكتسبات الاقتصادية التي مكنتنا من امتصاص الصدمات الاقتصادية العالمية، وفي مقدمة هذه الإجراءات مواصلة الإصلاحات الهيكلية بمختلف القطاعات الحيوية. جاء ذلك خلال لقائه مع سفير السويد بالقاهرة بحضور ممثل الشركات السويدية العاملة في مصر. تعليق حضرتك يا دكتور على هذا الخبر أيضا. يعني الواقع أن احنا بنتابع نشاط مكثف للسيد وزير المالية، بيستعرض دائما مؤشرات الاقتصاد ونجاحات الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية. هذا اللقاء مع سفير السويد بالأمس كان مع المؤسسات التمويلية العربية، نشاط يعني مكثف ومتتالي بيؤدي إلى الترويج إلى الاقتصاد المصري والترويج إلى التجربة المصرية اللي هي بالفعل نجحت بصورة كبيرة جدا في أنها تتجاوز أزمتين متتاليتين، أزمة تحديات كورونا ولاحقتها أزمة الحرب الأوكرانية. يعني أنا مش متخيل إذا أتت هذه الأزمات قبل برنامج الإصلاح الاقتصادي كيف سيكون الحال، ولكن هو برنامج الإصلاح الاقتصادي هو اللي أعطى لمصر القدرة على تلك التحديات، القدرة والثقة مع المؤسسات الدولية، لأن مصر بتتخذ سياسة استباقية في التعامل مع تلك الأزمات بتحديد الفجوة التمويلية وحصر الخسائر الخاصة بها، ثم التعاون مع مؤسسات تمويل لتعويض تلك الفجوه للمرور من تلك الازمات، ثم تقديم حزم مسانده متنوعه للقطاعات المتضرره. وفي الحرب الاوكرانيه تحملت الدوله الجانب الاكبر من الصدمه وزياده الاسعار. طبعا هي خطه متكامله قام بها الاقتصاد المصري ونجح، واللقاءات الاخيره اللي بيقوم بها وزير الماليه هي نوع من الترويج للتجربة المصرية بما يؤدي إلى مزيد من الثقة مع الجهات الخارجية وجذب استثمارات وإبراز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع تلك التحديات. تمام، بشكرك دكتور وليد جبل الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع. بنواصل مع حضراتكم جولتنا في باقي الصحف المصرية، ومن جريدة الجمهورية: امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالجامعات في موعدها وتطعيم الطلاب والعاملين وهيئة التدريس بالجرعة الثالثة ضد كورونا. تفاصيل خبر بتقول ان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اكد عدم صحة ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن صدور قرار بتأجيل امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2021-2022 بكافة الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية. قام المركز بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتأجيل امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكافة الجامعات والمعاهد، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مشددة على أنه سيتم عقد جميع الامتحانات بكافة الجامعات والمعاهد في موعدها المحددة وفقا للخريطة
زمنية للعام الدراسي الحالي 2021-2022، والتي من المقرر أن تعقد خلال شهر يونيو المقبل وفقا لنظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء المنظومة التعليمية، مناشرة جميع الطلاب عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استيفاء المعلومات من مصادرها الرسمية. من جريدة الوطن الآثار بتقول ترميم وإقامة مسلة حتشبسوت بمعبد الكرنك، ارتفاعها 11 متر وزنها 90 طن ومزينة بنقوش ومنحوتة من الجرانيت الوردي. نجح فريق عمل من أثريين ومرممين ومهندسين بالمجلس الأعلى للآثار في ترميم ورفع سلة الملكة حتشبسوت الراقدة قرب البحيرة المقدسة بمعابد الكرنك. وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إن عملية إقامة المسلة جاءت في إطار أعمال ترميم وتطوير المواقع الأثرية بالأقصر، مشيرا إلى أن الدراسات التي أجريت على المسلة أثبتت أن وضعها الراقد في موقعها الحالي قد يؤثر سلبا على سلامتها بمرور الوقت، ولابد من ترميمها وإقامتها مرة أخرى. طيب ناخد مداخلة من الدكتور مجدي شاكر الخبير الأثري. صباح الخير يا دكتور. استاذ احمد صباح الخير، وكل سنه وحضرتك طيب يا فندم. وحضرتك طيب. احنا عارفين طبعا ان حضرتك يعني دايما بتمدنا بالمعلومات الخاصه باثار الفراعنه، قد ايه عندك عشق لهذه الحضاره الجميله وبنستمد منك المعلومات الخاصه بيها. نعرف اولا مسله حتشبسوت بمعبد الكرنك قيمتها الاثريه والتاريخيه قبل ما نتكلم عن موضوع الترميم. بص يا احمد، انت عارف حضرتك ان المسله هي احد اهم رموز الحضاره المصريه. يعني زي ما بيقولوا كده الهرم، اذا قلنا الهرم رغم ان مثلا مصر فيها يمكن اكثر من 130 هرم، لا لكن بنقولش الاهرامات، بنقول الهرم. وبالتالي بنقول النيل فبرضه اذا ذكرت المسله، يعني بالتالي بدليل ان حضرتك لو رحت اي ميدان من ميادين العالم، سواء في ميدان الكونكورد في باريس او في نيويورك او في تركيا او في ايطاليا، معظم بلاد العالم بتحتوي في ميادينها على المسله المصريه. وبالتالي هي احد اهم رموز الحضاره المصريه، وهي بترمز للسماء، لان كان دايما في جم في الدوله القديمه في الاسره الخامسه عملوا حاجه اسمها معابد الشمس، فكانت بيعملوا هذه المسله وكانوا بيغطوا من القمه بتاعتها، كانوا بيعملوها على شكل الهرين بيسموه بيمبن، وكانوا بيحطوا عليه نوع من المعدن بحيث الشمس لما بتيجي فيه فبينور المعبد كله. وبالتالي المسله شيء مهم جدا جدا، كان الملوك دايما في الدوله الحديثه بيحرصهم على عمل مسلات، من ضمنهم طبعا جدتنا الملكه حتشبسوت اللي حكمت مصر اكثر من 20 سنه ونقلت مسلتين من اجمل، يعني وعملت مسلتين من اسوان، احدثهم من الجرانيت الوردي وجابتهم الى مدينه الاقصر. يمكن هي عملت حاجه جميله جدا يا احمد، لو حضرتك رحت المعبد بتاعها اللي موجود في الدير البحري سجلت الحكايه دي، يعني سجلت كيف ان هي حلمت يعني والدها امون وبيقول لها لازم تبحثي لي مسلات ضخمه، فحكت القصه ورسمت المناظر. ولو حضرتك رحت دلوقتي في الفين يعني في الدور الثاني في معبد حتشبسوت في الدير البحري حكي لنا ورسم لنا المنظرين وكيف تم نقل المسلتين، وكانت بتحلم تعملهم من الذهب، يعني مش من الاحجار فقط، ولكن طبعا نظرا لظروفها فما قدرتش تكملهم. وظلت هذه المسلتين موجودين في الكرنك. الكرنك كان فيه اكثر من 24 مسله، للاسف دلوقتي ما فيش يعني غير ثلاثه، ويمكن دي الرابعه. وبالتالي احنا بنشكر كل من ساهم في هذا الموضوع، لان دي يعني ملحمه كبيره يا استاذ احمد، يعني الاحفاد بيعيدوا نظام الاجداد، لان عمليه قطع المسله ونقل المسله كان شيء صعب جدا. يعني اتمنى ندرسه لاولادنا في كليات الهندسه، ولو حضرتك نموذج على ذلك لو رحت حاجه اسمها المسله الناقصه، لان برضه جدتنا الملك حتشبسوت عملت يعني مسله من اكبر المسلات اللي هي المسله الناقصه اللي موجوده في اسوان، اللي احنا بنلاقيها راقده لانها لم تكتمل، لانها اكتشف فيها شرخ فسابوها في مكانها. ودايما لما بروح اسوان لازم بنزور المسله الناقصه، لكن ارجوكم افتكروا وانتم بتزوروها ان دي بتاع جدتنا الملك حتشبسوت. وبالتالي ما تم يعني خلال الايام الماضيه انا بعتبره استكمال للدور الذي قام به للاحفاد، لان في منتهى في القرن الماضي جه لجران، ودي كان راجل فرنساوي هو كان بينظف الفناء، فطبعا لقى المسله دي بتعوق تنظيفه، لانه كان يعني للاسف المسله دي كانت سقطت نتيجه زلزال من اكثر من 1000 سنه، فهو حطها جنب البحيره المقدسه وسابها، وموجوده يمكن من القرن الماضي. فما فعله يعني الاثريين والمرممين وكل العمال بيعتبر اعاده كتابه التاريخ،
لان حضرتك هي كانت رقد على الارض، وبالتالي تاثير العوامل الجويه وتاثير الارض كان ممكن يضرها كتير جدا. فالسائح اللي يجي انا بعتقد ان احنا اضفنا كتير حاجه مهمه جدا للكرنك، لان عارف حضرتك الكرنك من اهم المزارات السياحيه، مش ممكن حد يجي مصر او الاقصر الا لما يزور الكرنك، وبالتالي طبعا. احنا كده اضافه جديده، يعني ان حضرتك كنا بنروح الكرنك بقى لنا يعني عشرات السنين هو زي ما هو، ففي اضافه جديده اعتقد انها هتبقى نوع دعايه كويسه جدا، وكل اللي هيروح الاقصر والكرنك اعتقد ان هو هيهمه انه يشوف جزء جديد من الحضاره المصريه، خصوصا هو موجود في منطقه مميزه جدا نصبه المسله، موجوده جنب البحيره المقدسه، جنب الجعران، اكيد حضرتك فاكر اللي احنا بنلف حواليه، يعني اعتقادا من بعض الناس بتحقيق بعد الاماني، هو طبعا شيء فانكي ولكن شيء السواح بيحبوا يفعلوا الموضوع ده، ورؤساء دول كتير جدا مارسوا هذه يعني الحاجه اللي تجيب الحظ وكده، فوجوده في هذا المكان هيغير كتير من الكرنك، ودي بيثبت ان اولادنا قادرين زي من كام سنه عملوا لنا او اقاموا 4 تماثيل قدام معبد الاقصر، والنهارده بيقوموا لنا المسله، وكمان مسله اللي هي موجوده في ميدان التحرير، فكل يوم عديد يعني جديد، وبرغم ظروف الاقتصاديه للوزاره عرفوا عدد من السياحه قليله جدا، لكن والحاجات دي بتتكلف كتير جدا، ولكن برغم من ذلك ان احنا بنقيم المسله في جهود مستمره 15 متر، فبالتالي ده انا بعتبره انجاز مهم جدا يحسب لوزاره الاثار في هذا الوقت. بشكرك دكتور مجدي شاكر الخبير الاثري على هذه المداخله. وخبر من قطاع البيئه بيقول البيئه بتقول التخلص من 2000 طن من مبيدات عاليه الخطوره. اشارت الدكتوره ياسمين فؤاد وزيره البيئه بنجاح الوزاره في التخلص من نحو 2000 طن من مبيدات الملوثات العضويه الثابته والمبيدات الراكده والمهجوره عاليه الخطوره والزيوت الملوثه بماده ثنائي فينيل متعدد الكلور المدرجه على اتفاقيه ستوكهولم للملوثات العضويه الثابته، والتي كانت مصر من اولى الدول الموقعه عليها، وما يؤكد التزام مصر بالاتفاقيات والمواثيق الدوليه. جاء هذا خلال كلمة وزيرة البيئة خلال فعاليات احتفالية ختام مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة، وأوضحت أن المشروع نجح في الخروج بعدد من الإنجازات، منها قرار وزير الزراعة بعدم وجود مبيدات مهجورة على الأرض وتطبيق القانون بكل حزم لكل من يخالف ذلك، واستخدام تكنولوجيا تقوم على معالجة الزيوت من المحولات الكهربائية وهي تعمل بالخدمة، إضافة إلى اكتساب أيدي عاملة مدربة وعدم الحاجة إلى خبراء دولي، وتوطين التكنولوجيا والعمل على دمج البعد البيئي في القطاعات التنموية بالدولة. من جريدة الأخبار الصفحة 5 الداخلية بتقول مد مبادرة كلنا واحد حتى نهاية رمضان. قررت وزارة الداخلية استمرار فعاليات المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 60% بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية حتى انتهاء شهر رمضان المبارك. يأتي قرار استمرار المبادرة ومدها تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية للتخفيف على المواطنين في الشهر الكريم، وفي إطار إطلاق الوزارة للمبادرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك بالتنسيق مع قطاع الأمن الاقتصادي ومختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية تحت إشراف اللواء حسن عبد الواحد مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الاقتصادي، ونظرا لإقبال المواطنين على شراء المنتجات التي يتم توفيرها من خلال المبادرة بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق. من جريدة الجمهورية القوات المسلحة تختتم دورة للإعداد المسبق لعناصر التمثيل الدبلوماسي العسكري. احتفلت القوات المسلحة في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تأهيل وتنمية القدرات العلمية والعملية للضباط بختام فعاليات الدورة الأولى للإعداد المسبق لعناصر التمثيل الدبلوماسي العسكري، والتي عقدت بهيئة الاستخبارات العسكرية ممثلة في جهاز الملحقين الحربيين وبمشاركة عدد من ضباط القوات المسلحة وزوجاتهم. صرح المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة بأن تنفيذ الدورة تم بالتعاون مع الجهات المعنية بالقوات المسلحة ووزارة الخارجية وهيئة الرقابة الإدارية، وتضمنت فعاليات الاحتفال عرض فيلم تسجيلي للاحتفال للأنشطة التي تم تنفيذها لتوحيد الرؤى والمفاهيم لعدة موضوعات عامة وتخصصية، شملت تنظيم العديد من لقاءات نقل الخبرة، إضافة إلى تنفيذ زيارات ميدانية لعدد من المشروعات القومية والمزارات الوطنية.
الخبر الأخير معنا من جريدة الوطن، رئيس الوزراء يكلف بسرعة الانتهاء من ضوابط الحج ويقول حريصون على صحة الحجيج وتيسير أدائهم للمناسك. كلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال ترأسه لاجتماع اللجنة الوزارية العليا للحج أمس بسرعة الانتهاء من الضوابط الخاصة بأداء فريضة الحج وإعلانها حتى يتسنى بدء الإجراءات للراغبين في أداء المناسك هذا العام. وأكد أن هذا الاجتماع يأتي في إطار بحث الاستعدادات الخاصة بموسم الحج والحرص على تحقيق الضوابط اللازمة لضمان الحفاظ على صحة وسلامة الحجيج وأدائهم للمناسك بسهولة ويسر. قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إنه تم عقد اجتماع تنسيقي مع مسؤولي الوزارات والجهات المعنية وتم التوافق على عدم السماح بالحج على نفقة الدولة أو أي من الجهات التابعة لها هذا العام، وبالتالي فلا حج على نفقة وزارة الأوقاف هذا العام في إطار تطبيق مبدأ فقه الأولويات بالنظر إلى كون سد احتياجات المحتاجين أولى ألف مرة وأعظم أجرا وأعلى ثوابا من تكرار الحج والعمرة. ده كان آخر خبر معانا في جولتنا في صحافة النهاردة، ولسه مكملين معاكم في هذا الصباح بفقرات مختلفة. هنتوقف عند موجز التاسعة وأحدث وأهم الأخبار، وبعد أول حواراتنا خليكم معانا.